السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. نكون مع حضراتكم كل يوم اثنين من الساعة 9:30 حتى الساعة 11 إلى ربع، بنتكلم في كل الأحداث العالمية. وكالعادة أسبوع ساخن جدا، أسبوع كان مليء بالمفاجآت والنتائج، بداية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مرورا بدوري الإنجليزي واللقاءات اللي هتكون بكرة وبعد إن شاء الله في بطولة دوري الأبطال. أسبوع كان مهم جدا، أسبوع كان مليء بالمفاجآت، أسبوع كان مليء بالإيجابيات والسلبيات. الإيجابيات إن إحنا عندنا نجمين من مصر، واحد في أستون فيلا واحد في ليفربول، الأول بيسجل والتاني بيتصدر دوري الإنجليزي الممتاز وبيحافظ على فارق النقاط ما بينه وما بين مانشستر سيتي. أما طبعا السلبيات موجودة في النتائج المخيبة للأمال للفرق الكبرى، وأيضا بعض الإقالات اللي كانت موجودة وأعتقد إنها ممكن تستمر الأسبوع القادم. وطبعا إقالة نيكو كوفيتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بعد الخسارة 5-1 من أينتراخت فرانكفورت بخماسية، وبالتالي على طول وعلى الفور تم إقالة كوفيتش علشان يكون أول المدربين اللي تم إقالتهم من الفرق الكبيرة. بينتظرهم أربع مدربين ممكن نشوف منهم حد ما يكملش الجولات اللي بعد القادمة. بتكلم في الدوري الإنجليزي على اسمين كبار جدا، مانشستر يونايتد وأرسنال، نتكلم على سولتشاير ويوناي أمري. الاثنين دول منتظرين أي نتيجة سلبية، أعتقد أن هيتم إقالتهم على الفور. ناحية تانية في الدوري الأسباني، بعد خسارة برشلونة 3-1 أمام ليفانتي في 7 دقائق فقط، بعد ما برشلونة تقدم 1-0، ليفانتي بيستطيع أنه يحول تأخره إلى فوز ب3 أهداف مقابل هدف. ريال مدريد بيفشل على ملعبه وسط جمهوره بالخروج بنتيجة إيجابية، وبيتعادل سلبيا مع ريال بيتيس في مباراة ريال بيتيس هو كمان كان قريب، زي ما ريال كان قريب عشان على ملعبه وسط جمهوره، ريال بيتيس كان قريب كمان من خطف هدف الفوز في المباراة، لكن الفرقتين بيرفضوا الخروج بأي نتيجة إيجابية. زي ما قلت لحضراتكم، مباراة أستون فيلا وليفربول كانت الهدف الأكبر الأسبوع الماضي إن احنا نتفرج عليه ونتابعه، بعد ما تريزيجيه أحرز هدفه الأول مع فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وهدفه الأول في الدوري الإنجليزي وهدف المباراة الأول. طبعا محمد صلاح لعب المباراة لكن ما كانش موفق وخرج في الدقيقة 65، لكن ساديو ماني يعني اللاعب المتألق، واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين في العالم، واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين في الدوري الإنجليزي وليفربول، بيستطيع في 5 دقائق في قلب سير المباراة، وهدف أول من صناعة ساديو ماني بيحرزه روبرتسون، وأيضا هدف ثاني بيحرزه ساديو ماني من ركلة ركنية علشان يفوز فريق ليفربول 2-1 ويحافظ على فارق النقط. في نفس الوقت السيتي كمان بيحول تأخره من هدف إلى فوز هدفين مقابل هدف. طبعا بيب جوارديولا وكتيب بيب جوارديولا أكيد كان فيه تألق كبير جدا، لكن المباراة القادمة المصرية واللي هتحدد حاجات كتير جدا، لكن على ملعب الأنفيلد كل شيء بيكون مختلف. تصريح جوارديولا في مباراة أو بيتكلم في تصريحات في دوري أبطال أوروبا، أكيد طبعا في لقاءات بكرة بعض هنتكلم عليها، لكن جوارديولا اتكلم وقال أن ليفربول صعب أنه يخسر على ملعبه، لكن هيحاول جاهدا في المباراة القادمة ما بين السيتي وما بين ليفربول أنه يعمل المستحيل علشان يكسر القاعدة، وهي قاعدة عدم خسارة فريق ليفربول على ملعبه وسط جمهوره. ليفربول بقى عنده سكواد قوي جدا، الكيمياء اللي موجودة في فريق ليفربول صعب أن أي مدير فني أو صعب على أي فريق أن هي تنكسر. محمد صلاح طبعا اطمنا عليه أنه هو خلاص، الإصابة الأخيرة مش إصابة لكنه كان عنده بعض الشكاوى اللي بالتالي كان حق فريق ليفربول يطمن عليه، وبالتالي لما شارك في مباراة أستون فيلا الأمور كلها كانت ماشية بشكل جيد جدا. عندنا أحداث كثيرة جدا في الدوري الإنجليزي، وإصابة جوميز امبارح في مباراة ليستر سيتي وإيفرتون، توتنهام وإيفرتون، بعد التدخل من سون وأوريه وإصابة جوميز. كلنا شفنا الإصابة المفزعة في عالم كرة القدم، هي كسر وخلع في مفصل القدم أو في كاحل القدم، مفصل كاحل القدم، وبالتالي شفنا منظر سون بعد ما جوميز اتعرض لإصابة. عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا، هي نقطة الإنسانية ونقطة الروح الرياضية. نقطة الإنسانية في أن سون لم يتمالك نفسه وانهار بالبكاء في الملعب بعد ما شاف حجم الإصابة اللي تعرض ليها. لاعب كرة قدم، مش زميله في الملعب لكن لاعب كرة قدم، إنسان زي بعض، هما الاثنين طبعا لاعبي كرة قدم كبار، وبالتالي لما انهار سون في البكاء
كلنا شفنا مين اول ناس بتهدي صن، هي لعيبه ايفرتون. تخيلوا حضراتكم ان ان لاعبين الفريق المنافس هم اللي بيجروا على لاعب اللي كان سبب في اصابه، زي ما حضراتكم شايفين هنا لعيبه ايفرتون بتحاول ان هي تهدي صن بعد ما كان سبب او جزء بسيط جدا من اصابه جوميز. لكن طبعا الاصابه هي قضاء وقدر، وبالتالي لاعب انهار في البكاء. وكلنا لازم ناخد درس من اللقطه اللي حضراتكم شايفينها، ان كره القدم هي تنافس وليست خصومه. هفضل هقول كده في كل مره اكون فيها على الشاشه، ان كره القدم في الاول وفي الاخر هي رياضه بيكون فيها رسائل محدده، و طالما اي حاجه خرجت بره الامور الرياضيه ما بتكونش كره قدم. فلما الامور خرجت الى اصابه وان ممكن لاعب يفقد مستقبله بسبب تدخل زي ما حضراتكم شايفين، ممكن اللاعب ينهار من البكاء، وممكن ما يكونش زي ما حضراتكم تابعتم اللاعب ما يكونش في كامل تركيزه بعد الاصابه، ويكون بيفكر في اللاعب ده يا ترى هل هيحصل له اي مشكله او ممكن ما يكملش كره قدم. ومن هنا لازم نوجه رساله لكل اللعيبه اللي موجوده في كل حته سواء في مصر او في خارج مصر، ان وارد جدا انك تعرض زميلك لاصابه، لكن لعبه كره القدم بتعلمنا قد ايه ان احنا لازم نكون متسامحين، لازم نقدر شيء اسمه انسانيه، نقدر شيء اسمه احترام وسلوكيات واخلاقيات. كل شيء بيزول لكن الاخلاق هي اللي دايما بتبقى. علشان كده موقف صن كل العالم اتكلم عليه وكل وسائل الاعلام اتكلمت عليه واتكلمت على قيمه الانسان في هذا الموقف. طبعا الدوري الاسباني زي ما قلت لحضراتكم برشلونه بيخسر 3-1 من ليفانتي، حاجه يعني فالفيردي يعني غريب جدا. اتسال في المؤتمر الصحفي هل ممكن تقدم استقالتك؟ قال انا موجود في نادي برشلونه، ابدا لن اقدم استقالتي، لو عايزين اداره برشلونه تقلني فده هيكون من خلال اداره برشلونه. دي الحاجه. الحاجه الثانيه، مين المرشح لنادي برشلونه؟ هل برشلونه هيقبل باي مدرب يكون موجود علشان يقود سفينه البلوجرانا في الدوري والشامبيونز ليج والكاس ملك اسبانيا زي الموسم الماضي بعد ما فالفيردي وصل لابعد المسافات، خسر من ليفربول برباعيه مذله، وايضا طلع من نهائي او خسر نهائي كاس ملك اسبانيا قدام فالنسيا. وبالتالي هم اسمين فقط مرشحين، دايما الكره الهولنديه او الكره الاسبانيه، المدرسه الهولنديه والمدرسه الاسبانيه هم الاثنين اللي بيكونوا مرشحين وبقوه انهم يكونوا موجودين في الاداره الفنيه لفريق برشلونه. يا اما طبعا كومان الاسطوره الهولنديه، واحد من افضل اللعيبه اللي جم في خط الدفاع منتخب هولندا وفريق برشلونه، او فان برونكهورست ايضا واحد من افضل ظهراء الجنب الشمال سواء في منتخب هولندا او نادي برشلونه. لكن طبعا كومان مرتبط حاليا بتدريب منتخب هولندا، لكن لما تم السؤال عنه هل تستطيع ان تترك منتخب هولندا في الوقت الحالي، قال نعم ولكن لنادي واحد فقط، هو اكيد يقصد نادي برشلونه. فهل يا ترى هنشوف كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الحالي مدرب لنادي برشلونه في المستقبل، ولا اداره برشلونه هتبقى على فالفيردي بعد النتائج المخيبه للامال والنتائج السلبيه؟ ايضا زيدان واحد كمان من المدربين المهددين بعدم استكمال مسيرته مع فريق ريال بعد التعادل والنتائج المخيبه للامال مع نادي ريال مدريد. ريال مدريد بتعادل سلبيا مع ريال بيتيس. ريال بيتيس اكيد عنده تاريخ طويل في الدوري الاسباني، لكن مش ده المستوى المنتظر من فريق ريال. خبر اكيد تابعناه كلنا من خلال ماركا الاسبانيه، وهو ان خافيير اجيري مديرا فنيا لنادي ليجانيس الاسباني اللي بيلعب حاليا في الدوري الاسباني الممتاز لا ليجا، وهو موجود في المركز ال20. طبيعي جدا ما حدش استغرب من الخبر. اجيري كان موفق في تدريب منتخب مصر، لكن يوفق في تدريب منتخب اسبانيا اكيد اللغه بتفرق، اكيد عامل الخبرات اللي موجوده عنده في الدوري الاسباني بتفرق بشكل كبير. لكن زي ما بقول لحضراتكم ان ليجانيس في المركز ال20 ومهدد بنسبه يعني هقول لحضراتكم 50% عشان لسه احنا في اول الدوري الاسباني، بنسبه 50-60% انه يهبط الى دوري الدرجه الثانيه. وبالتالي اجيري بعد رحله فشل مع منتخب مصر والخروج من دور 16 في بطوله الامم الافريقيه، اجيري مديرا فنيا لفريق ليجانيس الاسباني. دوري الانجليزي باثنين مدربين زي ما قلت لحضراتكم، سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد الاداء المذهل امام تشيلسي والفوز في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كاراباو كاب وتألق لماركوس راشفورد. مانشستر لم يصمد طويلا في بطولة الدوري وبيخسر أمام بورنموث بنتيجة هدف مقابل لا شيء. الكثير والكثير من مشجعي نادي مانشستر كان ليهم رد فعل سلبي جدا على السوشيال ميديا، وقالوا هو ده أداء مانشستر اللي احنا عارفينه. طبعا في تهكم كبير على مستوى مانشستر والهزايم اللي متعودين عليها من أول الموسم. للأسف مانشستر مش هو ده أبدا اللي معودنا عليه حتى لما كان مورينيو موجود، أعتقد أن كان أفضل بكتير من الوضع اللي كان موجود فيه سولشاير. كمان بنتكلم على يوناي أمري بعد نتيجة سلبية أخيرة
امام كريستال بالاس بعد التقدم 2-0 والتعادل 2-2 من قبل فريق كريستال بالاس. المباراه اللي قبل فريق او اللي كانت قبل شيفيلد يونايتد كانت ايضا بهزيم، وبالتالي بنتكلم على مدربين مهددين وبقوه. يا ترى هل مين هيكون البديل في البايرن او حتى في الدوري الانجليزي مع ارسنال او حتى في الريال في حاله رحيل زيدان؟ هل هو جوزيه مورينيو؟ هل هو اسم مطروح بقوه علشان يعود من جديد؟ انا لا اؤمن ابدا ان مدرب يرجع لنفس النادي مرتين ويحقق الانجاز، وده اللي حصل مع زيدان، انه ما حققش نفس اللي حققه مورينيو او اللي حققه زيدان في الولايه الاولى من 3 بطولات دوري ابطال اوروبا. ايضا في كلام على ان الاداره اللي موجوده في البايرن بترفض رفضا تاما وجود جوزيه مورينيو، وان سياسه جوزيه مورينيو ابدا لا تتناسب مع سياسه البايرن، مع ان البايرن طبعا واحد من اعرق الانديه واكبر الانديه. طيب تعالوا نتكلم ونروح لواحد من افضل المحللين اللي موجودين في الكره العالميه، زي ما هو محلل طبعا بيمتعنا، زي ما كان لاعب متالق سواء في مصر مع نادي الزمالك او حتى مع نادي فاينورد الهولندي، الكابتن هيثم فروه. كابتن هيثم برحب بحضرتك. الو، طيب هنرجع تاني للكابتن هيثم، اكيد الاتصال قطع، لكن كابتن هيثم اكيد هناخد رايه وهنعرف وجهه نظره في كل الاحداث اللي موجوده على الساحه العالميه. لكن زي ما بقول لحضراتكم، بكره ان شاء الله يوم جديد في دوري الابطال بعد تعديل طبعا وقت جرينتش، وان تم تقديم اللقاءات ساعه على حسب المواعيد الجديده. بكره هيكون في ميعادين، ميعاد الساعه 8 الا 5 وميعاد الساعه 10 الا 5. بكره في لقاءات مهمه جدا بكره وبعده، لكن ابرز اللقاءات اللي هتكون بكره ان شاء الله بنتكلم على تشيلسي امام نادي اياكس، وبروسيا دورتموند امام الانتر، ويوم الاربعاء ريال مدريد امام جلاتا سراي. طبعا بنتكلم في ماتشات مهمه جدا في دوري الابطال. دوري الابطال بالنسبه لنا هي امتع بطوله على مستوى الانديه، يتنافس فيها كل الانديه اللي موجوده في طبعا اوروبا بشكل عام. برشلونه هيلعب لقاءه بكره قبل المواعيد المحدده، يعني هيلعب الساعه 8 الا 5، بيكون في لقاءين بس 8 الا 5، باقي اللقاءات بتستأنف في الساعه 10. فبرشلونه بكره هيلعب الساعه 8 الا 5 امام فريق سلافيا براغ. تعالوا احنا بنتكلم مع حضراتكم كده نروح سريعا الى الجداول والبدايه من لقاءات. طيب نروح لكابتن هيثم فاروق علشان نعرف منه رايه في الاحداث الاخيره. يا كابتن هيثم برحب بحضرتك. مساء الخير عمر، اهلا بيك واهلا بالساده مشاهدي قناه الاهلي، وسعيد ان انا اكون متواصل معاكم. انا في البدايه طبعا قلت زي يعني معانا واحد من افضل محللين الكره العالميه اللي موجودين في الوطن العربي، وزي ما حضرتك كنت بتمتعنا وحضرتك موجود في نادي الزمالك وايضا مع نادي فاينورد الهولندي، اكيد بتمتعنا وحضرتك موجود في ماتشات الدوريات الانجليزي والاسباني والالماني. يا كابتن هيثم اهلا بيك عمر، وسعيد بالمقدمه الجميله دي، وبالتوفيق دايما ليك يا رب، وانا متوسم خير فيك ان شاء الله. ربنا يخليك. افضل الاعلاميين الموجودين في مصر. ربنا يخليك كابتن هيثم. طبعا مباراه استون فيلا، مباراه ليفربول كلنا تابعناها، لكن اكيد يا كابتن هيثم عند حضرتك راي في مستوى تريزيجيه، هل تريزيجيه بيتطور من مباراه لمباراه، وهل تريزيجيه ممكن نشوفه في الفتره اللي جايه خارج استون فيلا ممكن تجربه جديده في نادي مستقر اكثر فنيا بينافس على بعض الالقاب او المراكز في الدوري الانجليزي الموسم اللي جاي؟ بدون شك، يعني انا واحد من الناس الحمد لله سعيد جدا بمستوى تريزيجيه، بيتطور من فتره للثانيه، شخصيته وعقليته والتزامه، كل حاجه بتدل على اننا امام لعيب ان شاء الله هيكون في المستقبل وورد كلاس بلاير. ليه؟ لانه لما ساب النادي الاهلي وراح اندرلخت ما لقاش فرصه في اللعب كلاعب اساسي، فما لقاش في اي مشكله ان هو يروح اعاره لنادي مسكروني، وده نادي اقل في بلجيكا، على شرط ان هو يلعب. وبعد كده اخذ خطوه ثانيه، مش سهل ان انت تغير من جو من بيئه الى بيئه او من بلد الى بلد. راح الدوري التركي لعب في قاسم باشا، ورغم ان جات له عروض كثيره جدا وعروض كويسه وبفلوس كويسه، لانه فضل مركز وفضل مستني الخطوه الممتازه لغايه ما راح البريمير ليج. وانا في وجهه نظري استون فيلا هيقدر يبين امكانيات تريزيجيه بشكل كبير جدا، واضح من مستوى المباراه امام ليفربول ان هو واحد من اميز اللاعبين الموجودين في استون فيلا، واحد من اعلى اللاعبين اخذوا درجات في الماتش، مش علشان احرز هدف، لا عشان مجهوده الكبير، عشان شخصيته جوه الملعب، عشان اداؤه الدفاعي واداؤه الهجومي، وعرفت ان كل الصحف في انجلترا اشادت بيه وادائه بعد المباراه، ودي حاله تبسطنا كلنا كمصريين طبعا، وان شاء الله نشوف تريزيجيه في
اعلى الانديه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كابتن هيثم، هل وجود محمد صلاح في الدوري الانجليزي للموسم الثالث مع فريق ليفربول صعب انه يحافظ على نفس المستوى اللي وصل له مع فريق ليفربول من حيث احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي لموسمين ورا بعض؟ هل صعب محمد صلاح يكمل الموسم الثالث بنفس المستوى، ولا محمد صلاح ممكن يتالق لكنه صعب يكرر الانجازات تاني اللي حققها في الموسمين اللي قبل كده مع فريق ليفربول؟ لا ليه، لا انا شايف محمد صلاح ان شاء الله يكمل ثالث ورابع وخامس ما شاء الله. تمام. في ليفربول وفي البريمير ليج. خلي بالك محمد صلاح برضه بيسير للاحسن. تمام. زمان محمد صلاح كانت بتجيله خمس ست فرص بيسجل هدف، دلوقتي بتجيله فرصه او فرصتين بيسجل هدف. ده معنى كده ان الفعاليه زادت، ان التطور زاد، ان اللعب على المطمع والحساسيه والفينشنج بقى عنده اعلى بكثير جدا، عرف ازاي يوصل للمرمى من اكثر الطرق، ولكن هي الاصابه اللي يمكن تكون اثرت عليه. لان احنا بالفعل ما شفناش محمد صلاح في مستواه المعهود في مباراه استون فيلا، ولكن عادي انت كلاعب بروفيشنال محترف ليك 5% هامش مباريات تلعب فيها مش بمستواك، ودي حاجه خارجه عن ارادته عشان الاصابه. صح. صح. ولكن اعتقد برضه محمد صلاح كان ممكن يتاجر في المباراه دي، ولكن ان شاء الله الاصابه تبعد عنه اولا ونشوف محمد صلاح على حياته في المباراه الجايه امام السيتي ان شاء الله. كابتن هيثم، الدوري الانجليزي على صفيح ساخن جدا من حيث المدربين، بنتكلم على يوناي امري، بنتكلم على سولشاير، الاثنين مهددين بعدم اكمال مسيرتهم مع مانشستر او ارسنال. هل حضرتك شايف ان الاداره لنادي مانشستر او ارسنال ممكن تاخد قرار قريب جدا باقاله احد المدربين بعد فشلهم لحد دلوقتي مع مانشستر او ارسنال، ولا ممكن الناديين يدوا فرصه اطول وفرصه اكبر على الاثنين مدربين علشان يحاولوا يثبتوا ويحاولوا ان هم يحسنوا من النتائج، وبالتالي وجود ارسنال ووجود مانشستر في مركز يليق بيهم في الدوري الانجليزي؟ اتفق معاك تماما في موضوع ان هم في موقف محرج جدا، سواء النرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد او الاسباني وناي هنري مع ارسنال، ولكن هم محظوظين. محظوظين ليه؟ لان انديتهم بتلعب في اوروبا ليج. تمام. اوروبا ليج متابعه ممكن تكسب فيها. صح. فتنسي الناس الخسائر او العروض السيئه اللي انت بتلعب فيها او بالنتائج اللي بتحققها في البريمير ليج. فبالتالي ممكن يصبر عليه طول ما هو ماشي في اوروبا ليج، لان انت لو فزت في اوروبا ليج هتلعب تشامبيونز ليج بغض النظر عن مركزك او ترتيبك في البريمير ليج. فممكن ده اللي يكون مديهم فرصه حتى الان. ولكن انا شايف ان طبعا العروض والنتائج وعدد النقاط سواء في مانشستر يونايتد او في ارسنال لا يتناسب ابدا مع من الناديين ولا مع امكانيات اللعيبه الموجوده. فممكن لو مانشستر يونايتد او ارسنال خرج من اوروبا ليج، اعتقد ان الاداره اخذت قرار برحيل المدير الفني. ولكن انا شايف الحقيقه ان موقف سولشاير هو الاصعب نوعا ما، يعني ترتيب ارسنال في البريمير ليج افضل نوعا ما، عروضه كذلك. ارسنال هو افضل فريق بيمتلك قاعدة ماشين. صح. يمكن على مستوى العالم. صح. مش على مستوى انجلترا فقط، على مستوى العالم. ولكن عنده نقطة ضعف رهيبة وهي لعيبة خط الوسط. لعيبة خط الوسط ضعيفة جدا وسيئة جدا، سواء في عملية استخلاص الكرة أو في عملية القيام بالواجب الدفاعي. جندوزي، شاكا، غيره، سيفا هيوز، كل الناس دي مش لعيبة خط الوسط اللي أنت تقدر تعتمد عليها. مش باتريك فييرا، مش روبرت بريز، مش ليون بيرج السويدي اللي كانوا بيلعبوا ايام ارسنال فينجر في خط وسط حدث ولا حرج. عشان كده هو ده المشكله، هو اضعف خط وسط ما بين السته الكبار او الانديه التوب في البريمير ليج في انجلترا. كابتن هيثم، هل حضرتك شايف ان جوزيه مورينيو اقرب لقياده ارسنال في حاله رحيل يوناي امري، ولا القرار اللي طلع النهارده او بعض التكهنات اللي خرجت من اداره بايرن ميونخ بعد رحيل نيكو كوفيتش ان مورينيو غير مرغوب فيه بالقياده الفنيه لفريق بافاريا، هل حضرتك شايف ان هل ده كلام صحافه، ولا فعلا مورينيو قريب للبايرن، ولا مورينيو هيصبر لحد ما يوناي امري يتم اقالته وبالتالي يكون مديرا فنيا لنادي ارسنال؟ طول ما جوزيه مورينيو ما عندوش كونتراكت او مش متعاقد مع نادي، اي نادي هيبقى مدير فني هتلاقي اسمه جوزيه مورينيو مرتبط بالنادي ده. صح. ولكن انا شايف ان هو الصراحه بيغير البيئه، يعني هو درس في ايطاليا، نجح، درس في اسبانيا نجح، درس في انجلترا عمل نجاحات كبيره، فاعتقد ان هو مش هيغامر ويجرب بيئه جديده زي البيئه الالمانيه. صح. انا في وجهه نظري النادي زي بايرن ميونخ بالاداره بتاعت بايرن ميونخ بتلجا للعقلانيه، ما بتحبش التطور، ما بتحبش التصريحات اللي هي بتصاحب بيصاحبها جدل كبير جدا. فممكن تكون رايحه لارسن فينجر او اليجري، وكنت عاجز ان ارسن فينجر هو عقليته الاقرب للفريق البافاري. خلي بالك ارسن فينجر من مواليد مدينه ستراسبورغ،
صح وصوره دي على الحدود مع المانيا. صح وهو كمان بيتحدث الالمانيه بطلاقه، انت عارف بينجر هي بالبي بالدبل حرف الدبل ده اسمه الماني بينجر. صح فهو كمان بيتكلم طبعا مثقف جدا، بيتكلم لغات كتيره جدا، بيتكلم انجليزي وفرنساوي والماني وياباني، فهو راجل مثقف جدا. فاعتقد لو اداره بايرن ميونخ فكرت في حد هيكون ارسن فينجر. انما ارسنال انا شايف ان جوزيه مورينيو لو تم اقاله اوناي امري ممكن يكون هو الاقرب، لان هو خبير بالدوري الانجليزي، وطبعا العلم عند الله والله اعلم يعني باللي ممكن يحصل في الايام. مباراه ليفربول والسيتي يا كابتن هيثم في الجوله القادمه في الدوري الانجليزي الممتاز، مباراه ليفربول لو قدر يحسم 3 نقاط هيكونوا 9 نقاط فارق ما بين الفريقين، لو جوارديولا قدر ان هو يكسب الفارق هيقل ل3 نقاط، هل حضرتك شايف ان هتكون مباراه فاصله في تحديد الى حد ما، ولا انها طبعا لسه بدري على الكلام ده، لكن ممكن نقدر نحدد ملامح المنافسه تكون شكلها عامل ازاي في الفتره اللي جايه؟ ما اعتقدش يا عمر. تمام. حتى لو ليفربول كسب المباراه دي والفارق وصل ل9 نقاط ما اقدرش اقول ليفربول حسم الدوري. تمام. مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي عنده خبره المواعيد الكبرى وخبره البطولات، ولاعيبته عارفه ازاي تنهي السيزون وعارفه ازاي توصل للنقطه التطويل عكس ليفربول. خلي بالك ليفربول اللعيبه اللي فيه كلها ما فيش حد فيه فاز بالبريمير ليج باستثناء لاعب واحد هو جيمس ميلنر. صح. وميلنر فاز بالبريمير ليج مع مانشستر سيتي. صح. يعني مصطفى غريبه جدا. فانا اعتقد حتى لو ليفربول حسم المباراه دي مش هيكون ضامن ليه ان هو يكون في البريمير ليج، البريمير ليج مش هيتحسم غير بالنهايه. ولكن دعني واحنا بنتكلم عن ليفربول ومانشستر سيتي ان انا اشيد بفريق زي ليستر سيتي مع براندا روجرز. صح. فريق السعاده، لان عامل نتائج غير طبيعيه، عامل نتائج غير طبيعيه. فريق ليستر سيتي من اكثر الفرق اللي فقد لعيبه. صح. على مدار السنوات اللي فاتت من بعد ما خد البريمير ليج مع كلاوديو رانييري، خرج منه كانتي محرز، خرج منه ماكواير، ولكن ما زال صامد وما زال في المركز الثالث وما زال بيقدم عروض ممتازه. كابتن هيثم الدوري الاسباني يعني عايز اخد راي حضرتك في فالفيردي وهزايم ومستوى غير مستقر بالمره لفريق برشلونه، بيخسر قدام ليفانتي في 7 دقائق 3 اهداف مقابل هدف بعد ما كان متقدم بهدف. ايضا على الناحيه الثانيه علشان نتكلم على الاثنين مع بعض، ريال مدريد وتعادل سلبي مع ريال بيتيس بدون اهداف، هل حضرتك شايف بعد المستويات اللي بيقدمها فالفيردي وزيدان هل ممكن الاثنين ايضا يكونوا خارج الحسابات الفنيه خلال الفتره اللي جايه، ولا الامور بما ان مفيش مديرين فنيين على الساحه كتير ممكن الاداره تصبر عليهم شويه؟ لا هيكون في صبر عليهم، وخصوصا ان اثنين مديرين فنيين عمر ليهم رصيد. تمام. فالفيردي اخذ دوري واخذ كاس واخذ سوبر، وزيدان اخذ 3 تشامبيونز ليج واخذ دوري اسباني واخذ كاس عالم للانديه واخذ سوبر اوروبي، يعني الراجل له رصيد عند النادي وعند الاداره وعند اللعيبه وعند الجماهير. ولكن انا بصفتي مدريدي يا عمر اتمنى فالفيردي يستمر مع برشلونه. بس يا كابتن الوضع يا كابتن صعب قوي يا كابتن، ما ينفعش كده بعد اول هدف 3 اهداف يجوا في 7 دقائق يا كابتن، يعني ده نادي برشلونه، نادي كبير. صحيح. نادي عريق. بس يا كابتن تصريح كومان النهارده ممكن تقول عليه ايه؟ هل ان حد كلمه من اداره برشلونه او حد جس نبضه ان هو يقول انا لن اترك منتخب هولندا الا لتدريب نادي واحد فقط؟ خلي بالك اداره برشلونه على اتصال باثنين مدربين هولنديين، فان برونك هورست، فان برونك هورست اللي هو الجاي. صح كده. تمام. ورونالد كومان. صح كده. والاثنين محطوطين ستاند باي، ولكن كومان طبعا مع منتخب هولندا اعاد له بريقه ورجع هولندا مره ثانيه لمكانتها الكبيره، فهو كان تصريح ممتاز منه ان هو مش هيسيب المنتخب الهولندي الا بعد 2020. طيب يعني يا كابتن هيثم يعني عايز اتكلم معاك اخيرا على اصابه طبعا جوميز في الدوري الانجليزي، واللقطه اللي كلنا شفناها ان بعد اللاعب اللي كان سبب في الاصابه طبعا هي قضاء وقدر، ان لعيبه ايفرتون هي اللي بتهدي سون، واتكلمت على اللقطه دي وقلت قيمه انسانيه وقيمه وقمه في الروح الرياضيه ما بين نجوم كبار جدا في الملعب، ما شفناش خناقه، ما شفناش ضرب، ما شفناش الفاظ خارجه، ما شفناش كروت حمراء من الحكم، بالعكس الموضوع كان تم السيطره عليه وخرج في اطار محترم، كل السوشيال ميديا وكل النقاد والخبراء والمحللين اتكلموا عليه بشكل جيد جدا، عايز اعرف راي حضرتك في اللقطه الطيبه واللقطه الانسانيه اللي احنا كلنا تابعناها. طبعا كانت لقطه صعبه جدا جدا جدا. يعني عايز اشيد بكل الاطراف اللي كانوا في اللقطه دي، بدا من سون لان هو شفنا بكاءه وكان بكاء من القلب، بدا من زملاء أندريا جوميز في ايفرتون لان ما افتعلوش مشكله، بدا من زملاء سون في توتنهام لان برضه ما عملوش مشكله مع الحكم لما ضربه، بدا من الجماهير اللي يعني مسكت اعصابها في اللقطه دي،
لمخرج المباراه الرائع الممتاز اللي ما عدناش اللقطه علشان تمام اللقطه كانت صعبه جدا صح. يعني جابها من مناظر مختلفه وبعدين كان بيثبت الشاشه، يعني كل الاطراف كانوا محترفين الى ابعد الحدود في اللقطه دي، ولكنها كانت لقطه صعبه واتمنى له الشفاء الحقيقه، لان لقطه ما نتمناش ان احنا نشوفها الحقيقه، ودي هي دي طريقه كره القدم صح يا كابتن، بتوصل المحترفين ان هم بياخدوا السالري عالي جدا والانكم بتاعهم عالي جدا، يشوفوا لقطه زي دي ويعرفوا قد ايه كره القدم صعبه. كابتن هيثم فاروق بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، يعني طولنا عليك شويه لكن قيمه كبيره جدا في الكره العالميه، واحد من نجوم مصر واحد من نجوم الدوري الهولندي الكابتن هيثم فاروق، وزي ما حضراتكم سمعتم اتكلمنا في كل كبيره وصغيره بخصوص كل الدوريات وكل الاخبار اللي حضراتكم عايزين تعرفوها. هنتابع معاكم دلوقتي حالا قبل ما نروح لفاصل، لكن نروح ونتابع لقاءات بكره اللي هكون في دوري الابطال، وايضا هنتابع معاكم جداول الدوريات العالميه ما بين الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي. هنبدا مع حضراتكم بالدوري الانجليزي، وقدام حضراتكم حالا على الشاشه هنعرض ليكم دلوقتي الترتيب. طيب حاجة هنروح لنتائج الجولات السابقة في الدوري الإنجليزي، بورنموث بيفوز 1-0 على مانشستر يونايتد، أرسنال بيتعادل 1-1 مع وولفرهامبتون، وأستون فيلا بيخسر 2-1 من ليفربول في مباراة اتكلمنا عليها بالتفصيل مع الكابتن هيثم فاروق، ومانشستر سيتي بيفوز 2-1 على ساوثهامبتون بعد ما كان متأخر بهدف مقابل لا شيء، ووكر بينجح في آخر دقايق المباراة إنه يفوز بهدفين مقابل هدف، و واتفورد بيخسر 2-1 من تشيلسي في مباراة رائعة جدا لفرانك لامبرد وكتيبة تشيلسي. نروح لجدول ترتيب الدوري الانجليزي، ليفربول في المقدمة 31 نقطة 10 فوز 1 تعادل، ابدا لم يهزم من 28 مباراه في الدوري الانجليزي، اخر 28 مباراه في الدوري الانجليزي ليفربول لم يهزم ابدا، وبالتالي 31 نقطه. السيتي في المركز الثاني 8 فوز 1 تعادل وهزيمتين 25 نقطه، ليستر سيتي في المركز الثالث 23 نقطه من 7 فوز و2 تعادل و2 هزيمه، تشيلسي في المركز الرابع ب 23 نقطة بيتساوى مع ليستر سيتي، أما أرسنال في المركز الخامس ب 17 نقطة، طبعًا 4 فوز وخمس تعادلات وهزيمتين، بنتكلم فيه عليه أهداف أكتر من مليئة أهداف، وبالتالي أرسنال يوناي إمري في موقف محرج جدًا جدًا. نروح للهدافين، هدافي الدوري الإنجليزي جيمي فاردي بيعود تاني إلى المقدمة ب 10 أهداف، تامي ابراهام لاعب تشيلسي في المركز الثاني 9 اهداف، وسيرجيو اجويرو لاعب مانشستر سيتي 9 اهداف، واوباميانج لاعب ارسنال ب 8 اهداف، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي ب 7 اهداف، اما هاري كين لاعب توتنهام هوتسبيرز في المركز السادس ب 6 اهداف. هنروح لنتائج الدوري الاسباني، اسبانيول بيخسر 2-1 من فالنسيا، ليفانتي بيفوز 3-1 في مفاجأة كبيرة جدا في الجولة الحالية من الدوري الإسباني 3-1 على برشلونة، وأشبيلية بيتعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد، ريال مدريد بيتعادل سلبيا مع ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو، وأوساسونا بيفوز 4-2 على ديبورتيفو ألافيش. مباريات الجولة القادمة في الدوري الإسباني، فالنسيا أمام غرناطة يوم السبت 9 نوفمبر، إيبار أمام ريال مدريد أيضا يوم السبت، وبرشلونة أمام سيلتا فيجو أيضا يوم السبت، وبالتالي الريال والبارسا هيكونوا بيلعبوا في نفس اليوم هو يوم السبت القادم 9 نوفمبر. أما يوم الأحد هيستكمل باقي مباريات الدوري الأسباني، أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول وريال بيتيس أمام إشبيليه. نروح لجدول ترتيب الدوري الاسباني، برشلونه في المركز الاول 22 نقطه يتساوى معاه ريال مدريد في المركز الثاني 22 نقطه، ريال سوسيداد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط 22 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الرابع ب 21 نقطه، يتساوى مع اتلتيكو مدريد اشبيليه في المركز الخامس ب 21 نقطه. هنروح لهدافين الدوري الاسباني، هنشوف مين على المقدمة، طبعا جيرارد مورينو مهاجم فياريال 8 أهداف، كريم بنزيما لاعب الريال 7 أهداف،
ولورينزو مور لاعب ريال بيتيس 7 أهداف، وسواريز برشلونة 6 أهداف، مارتينيز لاعب ديبورتيفو ألافيش 6 أهداف، ودانيال باريخو لاعب فالنسيا 6 أهداف. طيب نروح للدوري الإيطالي ونتائج الجولات السابقة. روما ونابولي 2-1 لروما في مباراة قوية جدا. روما بيتألق هذا الموسم، أنشيلوتي مع نابولي مش موفق لحد الوقت الحالي. بولونيا بيخسر 2-1 أمام إنتر ميلان، وبالمناسبة لوكاكو بيعادل رقم رونالدو الظاهرة من 11 مباراة 9 أهداف، أكتر 2 لعيبة أو الاتنين اللعيبة اللي فريق إنتر الوحيدين اللي عندهم 9 أهداف من 11 مباراة. تورينو بيخسر 0-1 أمام اليوفنتوس في ديربي مدينة تورينو، وماتيوس ديليخت بيجيب هدف الفوز في أول هدف ليه مع اليوفنتوس وفي الدوري الإيطالي. فيورنتينا بتعادل 1-1 مع بارما، وميلان بيخسر 2-1 من لاتسيو، وميلان للأسف يعني موسم كارثي بالنسبة لإيسي ميلان. نروح لترتيب الجدول، جدول الدوري الإيطالي، واليوفنتوس في المقدمة 29 نقطة وفارق نقطة واحدة ما بينه وما بين الإنتر اللي موجود في المركز الثاني 28 نقطة، روما في المركز الثالث 22 نقطة، لاتسيو في المركز الرابع 21 نقطة، وأتلانتا في المركز الخامس ب 21 نقطة بيتساوى مع لاتسيو. هدافي الدوري الإيطالي وكالعادة إيموبيلي في المقدمة لاعب لاتسيو 13 هدف، لوكاكو في المركز الثاني 9 أهداف، وموريال لاعب أتلانتا 8 أهداف، وبيراردي لاعب ساسولو 7 أهداف، دوفان زاباتا لاعب أتلانتا 6 أهداف، وكوامي كريستيان كوامي لاعب جنوا 5 أهداف في المركز السادس. نروح لدوري أبطال أوروبا والجولات اللي هتكون بكرة وبعده إن شاء الله، والبداية من مباراة برشلونة وسلافيا براغ في يوم الثلاث، بكرة هتكون مباراة الأولى الساعة 8 إلا 5 في نفس التوقيت، زينت سان بيترسبورغ أمام فريق لايبزيج. هيستكمل باقي اللقاءات ولكن الساعة 10 أول مباراة تشيلسي أمام أياكس أمستردام، وليفربول أمام فريق جنك البلجيكي. نستكمل مع حضراتكم لقاءات يوم الثلاث، فالنسيا وليل، بروسيا دورتموند وإنتر ميلان، ليون وبنفيكا، نابولي وريد بول سالزبورغ. هنكمل معاكم باقي الجولات واللقاءات يوم الأربع في جولتين الساعة 8 إلا 5، بايرن ميونخ في أول مباراة بدون نيكو كوفيتش أمام أولمبياكوس، ولوكوموتيف موسكو أمام اليوفنتوس الساعة 8 إلا 5. باقي اللقاءات هتبدأ من الساعة 10، أتلانتا أمام مانشستر سيتي، وريال مدريد في مواجهة قوية أمام فريق جالاتا سراي. تمام، هنكمل معاكم باقي اللقاءات يوم الأربع، بايرن ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، كلوب روج، ودينامو زغرب أمام شختار دونستيك، وريد ستار بلجراد. ريد ستار بلجراد بالإنجلش أو باللغة الإنجليزية، ما بالعربي زي ما حضراتكم شايفين بيكتب زيرفينا زفيزدا، فده الاسم لفريق ريد ستار أو النجم الأحمر الصربي، ودي اللغة اللي بيتنطق بيها بالعربية ما بالإنجليزية، ريد ستار بلجراد أمام فريق توتنهام هوتسبيرز. طيب نروح لجدول قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا. أوريسيتش لاعب دينامو زغرب، وغريب أن لاعب من دينامو زغرب يكون على الصدارة ب7 أهداف، وإيرلينج لاعب ريد بول سالزبورغ 6 أهداف، وبلال العمراني لاعب كلوج 5 أهداف، وزي ما حضراتكم شايفين ما عندناش نجوم، عندنا ليفاندوسكي لاعب بايرن ميونخ 5 أهداف، وأيضا يعني بنتكلم أن فريق روزنبورج عنده 2 موجودين في قائمة الهدافين ب5 أهداف، وإن مفيش في القائمة غير واحد بس ليفاندوسكي اللي حضراتكم عارفينه اللي عنده 5 أهداف، بيتساوى مع 4 لعيبة، لكن على المقدمة طبعا ميزلاف أورسيتش لاعب دينامو زغرب ب7 أهداف. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل حضراتكم محتاجين تعرفوه من خلال نتائج وجداول وقائمة هدافين كل الدوريات العالمية حتى دوري أبطال أوروبا. معلش طولنا عليكم في الانترو، لكن كان عندنا أخبار مهمة جدا وحبينا أن احنا نعرض لحضراتكم الأخبار بشكل مختلف. جه الوقت اللي نروح فيه الفاصل، لكن فاصل مهم جدا علشان بعديه فقرة مهمة حضراتكم بتحبوها. النهاردة واحد من أمتع لاعبي كرة القدم، بالنسبة لي أفضل لاعب كرة قدم جه في التاريخ، وهو رونالدينيو النجم البرازيلي اللي تألق في الدوري الفرنسي.
مع فريق سان جيرمان وزاد تألقا في الدوري الأسباني مع برشلونة. هنرجع كده بالذكريات لورا شوية علشان نفتكر مهاراته وإمكانياته مع منتخب البرازيل ومع فريق سان جيرمان ومع نادي برشلونة. خليكم معنا علشان مكملين ولسه كمان مباراة تاريخية ولسه أيضا معنا بعض الأخبار علشان نختم معاكم بالفيديوهات. خليكم معنا نروح لفاصل بعديها نكمل أسبوع رونالدينيو ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح لآخر الأخبار اللي موجودة على الساحة العالمية والبداية من خبر بنادي العهد اللبناني. بنبارك لفريق العهد اللبناني تتويجه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه. طبعا يعني أكيد مباراة هنتكلم عنها وهنتكلم على أن العهد اللبناني هو ثالث فريق من لبنان يحقق اللقب بعد فريق النجمة في 2005 والصفاء في 2008 والعهد اللبناني في 2019. طبعا 1-0 وفوزه على فريق 25 إبريل الكوري الشمالي في مباراة نهائية اللي أقيمت في كوالا لامبور. طبعا الهدف الوحيد جه عن طريق الغاني عيسى يعقوب في الدقيقة 74 علشان يتوج بطل لبنان بكأس الاتحاد الآسيوي. يعني أكيد بنبارك للإخوة في نادي العهد وبنقول لهم طبعا ألف مبروك وأكيد مزيد من التألق ومزيد من البطولات. نروح للخبر التالي وسيطرة مدريدية في مواجهات ريال مدريد وجلاتا سراي في البرنابيو. طبعا ده بمناسبة اللقاء اللي هيجمع ما بين ريال مدريد وجلاتا سراي. طبعا اخر ثلاث مواجهات ما بين الفريقين بدوري ابطال اوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو الريال حقق فيهم فوز مريح لما فاز في انتصارين، اول مباراه 3-0 واخر مباراه بنتيجه 4-1. لكن في المجمل الفريقين لعبوا ضد بعض، ريال مدريد فاز 5 مرات وجلاتا سراي فاز 3 مرات. ده كان التاريخ مواجهات الفريقين. أما أول خسارة لفريق ريال مدريد من جلاتا سراي كانت بنتيجة 2-1 في نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2000 في موناكو. طبعا كوفيتش ووصل التوبيخ للاعبته قبل رحيل من بايرن ميونخ. أكيد حرص نيكو كوفيتش المدير الفني الكرواتي قبل ما يتم إقالته من منصبه كمدير فني لفريق بايرن بعد خسارته من اينتراخت فرانكفورت ب5 أهداف مقابل لا شيء. كوفيتش يعني اتكلم مع لعيبته بشكل ان هم انتقاده، وانتقد ايضا تياجو الكانتارا لما قال له لا تحاول ان تفعل السحر، بينما كمان وبخ جنابري هو كمان وقال له انت تفقد الكرات بسهوله كبيره، وتوجه ايضا الى جيروم بواتينج واللي حصل على بطاقه حمراء بعد 10 دقائق من المباراه متسببا في ضربه جزاء ملقيا اللوم عليه. في هذه الحاله كان يجب ان تكون اكثر ذكاء. وبالتالي كوفيتش يعني بعد ما المباراه نتيجه فتحت منه قال علي وعلى اعدائي لازم يعني يتكلم او يوبخ اللي كانوا سبب في رحيله او في هزيمته من امام اينتراخت فرانكفورت ب5 أهداف مقابل هدف واحد. جارث بيل وخيمس رودريجيز لغز دائم في ريال مدريد. طبعا جارث بيل وخيمس رودريجيز محدش عارف لهم حاجه، لكن يا ترى هل هم مستمرين؟ هل هم هيلعبوا المباراه اللي جايه؟ اللي احنا هنعرفه في الخبر ده. حضراتكم اكيد عارفين ان اللعيبه بقوا لغز محير. ليه لغز محير؟ علشان اللعيبه بيتكرر خروجهم دايما من حسابات الجهاز الفني بقياده زين الدين زيدان يا اما بداعي الاصابه او باسباب غير معلومه، وبالتالي محدش عارف لهم حاجه في الريال. هل هيكونوا مستمرين؟ هل الريال هيستغنى عنهم في الانتقالات الشتويه اللي جايه؟ ولا مفيش عرض ممكن يصل للعيبه بالمقابل المادي اللي هيقبله نادي ريال مدريد؟ طبعا خيمس رودريجيز كان سافر الاسبوع الماضي الى كولومبيا علشان يستقبل ابنه الجديد، وكان في كلام ان هو رجع تاني لكنه موقفه من المشاركه هنعرفه من خلال الخبر القادم. الخبر القادم جارث بيل وخيمس رودريجيز خارج حسابات زيدان في مباراه جلاتا سراي، مباراه اللي هتكون ان شاء الله في الجوله القادمه من دوري الابطال. جارث بيل وخيمس رودريجيز هيكونوا خارج الحسابات. ليه يا ترى خارج الحسابات؟ طبعا
جارث بيل عنده إصابة واللي لحقت به خلال مشاركته من في معسكر منتخب بلاده السابق. أما خيمس رودريجيز اللاعب الكولومبي هيغيب عن مباراة جلاتا سراي بسبب الإصابة. اللاعب لم يشارك في التدريبات الصباحية الجماعية ولكنه خاض بعض التدريبات الجري في الجيم. ريال مدريد يعرض 80 مليون يورو وجارث بيل من أجل ضم نجم مانشستر سيتي. مين هو نجم مانشستر سيتي؟ زي ما حضراتكم شايفين هو رحيم ستيرلينج. خرجت النهارده علينا بعض الصحف العالميه والمواقع العالميه ان ريال مدريد هيعرض 80 مليون يورو وجارث بيل من اجل ضم رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي ونجم المنتخب الانجليزي. سكاي سبورتس هي اللي اتكلمت وقالت ان النادي الملكي بيستعد لتقديم عرض خرافي من اجل ضم اللاعب عباره عن 70 مليون جنيه استرليني. وبالإضافة إلى الجناح الويلزي جارث بيل اللي بيبدو أن علاقته بريال مدريد وصلت لطريق مسدود. أيضا سكاي سبورتس اتكلمت قالت أن مسؤولين من النادي ريال مدريد هيذهبوا إلى إنجلترا الشهر المقبل لرؤية اللاعب في بعض اللقاءات ومتابعته بشكل دقيق قبل البدء بشكل رسمي في مفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن الصفقة. يعني يا جماعة الناس دي بس مش شايف ان اللاعب بيأدي كويس فخلاص هيتعاقدوا معاه، لا ده هم عايزين يتابعوه ويشوفوا هل طريقه لعبه تتناسب مع ريال ولا لا. وده اللي احنا بنتكلم عليه ان لازم يتم فحص ومسح تام للاعب قبل ما النادي يتعاقد معاه علشان يعرف هو يتناسب معاه ولا لا. ليفربول يقتنص صداره انديه العالم من برشلونه وريال مدريد ويوفنتوس في ترتيب الانديه الاوروبيه يورو كلوب. قبل ما ينضم او قبل ما يتولى القياده الفنيه لفريق ليفربول يورجن كلوب، ليفربول كان في المركز ال 27 لكن بعد تولي يورجن كلوب المهمه لنادي ليفربول بقى على عرش القائمه في انديه اوروبا. ليفربول طبعا نجح انه يزيح برشلونه عن قمه الهرم الكروي في العالم. ليفربول تقدم لاول مره في الصداره على حساب ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس وبايرن وغيرهم من الأندية. طيب صراع كبير بين ليفاندوفسكي وميسي ومبابي على صدارة هدافي العالم. ليفاندوفسكي 38 هدف في 38 مباراة، أما ليونيل ميسي 36 هدف في 39 مباراة، فارق هدفين فقط ما بينه وما بين ليفاندوفسكي. أما مبابي برصيد 31 هدف سجلهم في 32 مباراة، بالتالي صراع شرس جدا ما بين الثلاثي. نروح لنبيل فقير اللاعب المنضم لريال بيتيس وتصريحه بعد مباراة أمس أمام ريال مدريد أو المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد. أحب التحديات المجنونة. كشف اللاعب الفرنسي نبيل فقير عن بعض الكواليس الخاصة بانتقاله إلى نادي ريال بيتيس الأسباني قادما من أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. فقير كان على اعتاب التوقيع لنادي ليفربول، اكيد كلنا عارفين الخبر وكنا متابعينه، حامل لقب دوري ابطال اوروبا النسخه الماضيه الا انه وقع مع نادي ريال بيتيس الاسباني قبل بدايه الموسم. اللاعب عنده 27 سنه، اصله جزائري يحمل الجنسيه الفرنسيه، لعب منتخب فرنسا لكره القدم وكان بيلعب لنادي اولمبيك ليون منتقل الى ريال بيتيس في صفقه مثيره للجدل. يورجن كلوب بيرد على بيب جوارديولا: ساديو ماني ليس غطاسا. طبعا ده حرب التصريحات، ان في المباراه الاخيره لنادي ليفربول طبعا ماني اخذ كارت اصفر بسبب ان الحكم شافه مدعي العرقله وبالتالي يعني كان بيمثل. فبيب جوارديولا قال ان ساديو ماني هو لاعب غطاس وانه بيمثل على ارض الملعب، ورد عليه يورجن كلوب وقال ان ساديو ماني هو ما بيسمعش صوت ساديو ومش عارف منين جوارديولا اتكلم عن الواقعه دي. وفي نفس الوقت يعني هناك اشخاص من انديه اخرى دائما ما يروق لهم ذلك، يعني يحبوا دائما يتكلموا في امور ما لهمش دعوه بيها من الاخر يعني، ولكن في النهايه ساديو ماني ليس غطاسا. هنروح لاخر خبر علشان نروح بعديها لمباراه الاسبوع ونطمن على اصابه جوميز. ايفرتون يكشف عن اخر تطورات اصابه اندري جوميز بعد الجراحه الناجحه. خضع اندري جوميز لاعب فريق ايفرتون الانجليزي لعمليه جراحيه لاصلاح الكسر في كاحله الايمن اللي هو الانكل يعني، واللي اتعرض ليه خلال مباراه توتنهام واللي اقيمت امس الاحد. جوميز عنده 26 سنه اتعرض لاصابه مروعه صعبه جدا بكسر في الساق خلال مباراه فريقه امام توتنهام واللي انتهت بهدف لمثلي على ارض ملعب جوديسون بارك ضمن الجوله ال11
من مباراه بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا جوميز يعني دلوقتي اكيد بيرقد في مستشفى بعد اجراءه للعمليه علشان يعود بعديها لتاهيله علشان يكون جاهز مره اخرى للعوده مع فريق ايفرتون. واكيد كلنا شفنا مدى التعاطف اللي موجود مع لاعبي كره القدم تجاه جوميز. طبعا جه وقتنا مع مباراه الاسبوع، مباراه عام 1994 نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين اس ميلان وبرشلونه، واحده من امتع اللقاءات اللي موجوده في نهائيات دوري الابطال. كلنا اكيد نجوم كتيره هقول لحضراتكم عليهم، لكن الغريب ان المباراه انتهت بنتيجه كبيره جدا باربع اهداف مقابل لا شيء لصالح اس ميلان، من اكبر النتائج اللي تعرض ليها فريق برشلونه بالخساره في دوري الابطال سواء في ادوار اقصائيه او حتى في مباراه نهائيه. زي ما شفنا ليفربول كسب برشلونه اربع اهداف مقابل لا شيء، لكن المباراه الاولى ليفربول كان خسر بثلاث اهداف مقابل لا شيء امام برشلونه. لكن المباراه دي مباراه تاريخيه، الاجيال القديمه شويه تحب اللقاءات دي وتحب تتفرج عليها علشان تستمتع بالدكتين والمواجهتين ما بين يوهان كرويف المدير الفني نادي برشلونه وايضا فابيو كابيلو المدير الفني نادي اس ميلان. عايز اقول لحضراتكم بعض الاسماء اللي موجوده في تشكيل الفريقين. لو هنتكلم على اس ميلان، مالديني موجود في خط الدفاع، دونادوني، مارسيل ديسايي، البرتيني، بوبان في نص الملعب، اثنين روس حربه، سافيتش ومسارو. تخيل حضراتكم دول اللعيبه اللي كانوا موجودين في اس ميلان ايام ما كان اس ميلان اسم بيرج كل ايطاليا ومدينه ميلانو وكل اوروبا كمان. زي ما حضراتكم شفتوا فاز باللقب. طبعا الناحيه الثانيه برشلونه بالرغم الاسامي اللي موجوده فيه الى انه خسر اربع اهداف مقابل لا شيء. زوبي زاريتا في حراسه المرمى، كومان. قدام حضراتكم التشكيل الخاص بالفرقتين كامل، لكن انا بقول لحضراتكم ابرز اللعيبه اللي ممكن ودنا تكون واخده عليهم حتى الاجيال الصغيره تكون عارفاهم. زوبي زاريتا في حراسه المرمى، كومان موجود في خط الدفاع، جوارديولا في نص الملعب، والثلاثي الهجومي طبعا منهم روماريو وستويشكوف. تعالوا بقى كده يعني نروح ونستمتع بالنهائي اللي كان ما بين اس ميلان وبرشلونه واللي انتهى باربع اهداف مقابل لا شيء لاس ميلان في نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 94. ونستمتع بالاهداف ونرجع نكمل معاكم علشان نتابع اخر فقراتنا، فقط الفيديوهات في وورلد سبورتس. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح دلوقتي لفقره الفيديوهات المتنوعه، والبدايه كالعاده من اهداف الاسبوع. بنروح لحضراتكم في كل مكان في العالم، لكن في الدوريات اللي محدش بيشوفها محدش بيتابعها حتى في دوريات الهواء بنكون حريصين ان احنا نجيب لحضراتكم اخر الاهداف واحسن الاهداف واحلى الاهداف اللي موجوده من خلال طبعا فيديوهات مختلفه. طبعا هتشوفوا مع حضراتكم دلوقتي افضل اهداف الاسبوع في كل حته من العالم، واهداف ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. تعالوا نشوف اول فقرات الفيديوهات المتنوعه وافضل اهداف الاسبوع ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا. الدوري البلجيكي، اكيد الدوري البلجيكي واحد من الدوريات يعني القويه الى حد ما في اوروبا، لكن انا بتكلم على الدوري البلجيكي نادي كلوب بروج. نادي كلوب بروج اكيد واحد من الانديه العريقه اللي موجوده في بلجيكا، وبالتالي المنطق العام اللي موجود في اوروبا هو تكريم النجوم وتخليد ذكرى النجوم، وبالتالي واحد من اساطير نادي كلوب بروج اللي تم تكريمه في مباراه يعني اكيد يعني تجاوز ال70 من عمره، ولكن يبقى الوفاء ويبقى تخليد النجوم اللي موجود دايما في اوروبا شيء مهم جدا، والاهم انك تكرم نجم وهو عايش قبل ما يتوفى الى المولى سبحانه وتعالى علشان تشوف رد فعله. فهنشوف واحده من اجمل ردود الافعال اللي موجوده في كره القدم، وتاني هتكلم على دور الانسانيه في عالم كره القدم ودور الرياضه. تعالوا نشوف تكريم نادي كلوب بروج لواحد من اساطيره ورد فعله المذهل والممتع، والاكيد كلنا هنتاثر بيه، لكن لقطه كانت لابد انها تكون معانا. تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. مهارات متنوعه كده علشان نمتع نفسنا كده ونتفرج على شويه حاجات من اللي حضراتكم بتحبوها، نرجع نكمل معاكم ولسه مكملين محدش يروح حته. تعالوا نشوف بعض المهارات المتنوعه ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا كلنا متذكرين الموقف اللي كان ما بين محمد صلاح وساديو ماني والزعله البسيطه قوي اللي حصلت ما بينهم، لكن محمد صلاح كلنا اتفاجئنا انه نزل يعني فيديو على الانستجرام، كان حد عامل كوميك ان هما الاثنين اتصالحوا والامور بقت صافيه جدا بدون اي مشاكل. هو طبعا الفيديو باللغه الانجليزيه، لكن الفيديو احنا ما ترجمناهوش علشان خاطر هو مش محتاج ترجمه، هو المذيعه بتسال ساديو ماني على رد فعله والموقف شغال. تعالوا نشوف
الموقف الكوميدي اللي تعرض ليه ساديو ماني بعد عرض الفيديو اللي جمع بينه وبين محمد صلاح بعد اخر زعل ما بينهم، ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا. ده كان بالنسبه لساديو ماني، وزي ما حضراتكم شفتوا الناس عندها يعني سعه صدر كبيره جدا ان هي تتقبل اي شيء طالما في الحدود والاطار. نفس القصه لوفرن عمل صلح ما بين ماني ومحمد صلاح، لكن مش على مستوى بني ادمين، على مستوى تماثيل. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ تعالوا نشوف لوفرن عمل ايه واشرح لحضراتكم اللي هو بيقوله، ونرجع نكمل معاكم. خليكم معانا. لوفرن يعني جمع ما بين مبسوط ان ماني واقف جنب صلاح وبيقول لهم ايوه انا مبسوط بيكم ان انتوا اصدقاء وان انتوا في فريق واحد، وايوه انا مبسوط يعني عايزكم تضحكوا كده على طول يعني. فلوفرن دمه خفيف دايما ويحب صلاح جدا، وبالتالي لقطه كانت مهمه جدا. طيب تعالوا نشوف كده يعني تحدي، عشان لسه معانا وقت قليل جدا جدا، فتعالوا نشوف تحدي الكوره اللي هو طالع موضه بقاله كام يوم، لان الفريق بيلعب الكوره بالهيدرز او بالدماغ، وفي الاخر لو نجحوا الفريق ككل ان هو كلهم يلعبوا كوره بالدماغ في الاخر ينجح في تسجيلها وتتحسب ليه هدف، والفريق يفرح ويحصل طبعا زيطه وزمبريده في اوضه اللبس. تعالوا نشوف تحديين، واحد مع فريق والتاني مع فريق لكن طفل هو اللي بيتحكم في الكره. تعالوا نشوف التحدي ونرجع نكمل بسرعه مع حضراتكم. وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة اليوم من وورلد سبورتس. إن شاء الله نشوفكم الاثنين القادم على ألف مليون خير في نفس الميعاد الساعة 9:30. خلصنا هنا برنامجنا، لكن قناة الأهلي لسه شغالة ولسه موجودين معاكم الساعة 11 إن شاء الله، برنامج ملك وكتابة تستمتعوا بيه وكل الجماهير الأهلاوية تستمتع بيه. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.